على مدى 3 سنوات اشتغلت الدكتورة آلاء بالصادق على بحثها العلمي الذي يقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، ويمكن أن يساهم في تقليص تكلفة الحصول على المعلومات والصور الطبية، لتتوج اليوم بجائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2023. هي بريديكسيون تاع لي غراف سيريبرو باستعمال الذكاء الاصطناعي، واللي هو يعني عنده امباكت كبير في المجال الطبي. الانتيليجنس ارتيفيسيال نحبوا اون بريدي، نعملوا بريديكسيون جينير لي دوني هذوما ميديكال، ما غير ما نسحقوا لي سكانير اللي هما تري كوتو من ناحيه شرائهم، من ناحيه لامبليمونتاسيون تاعهم وتكوين معناها الطاقم الطبي باش يستعملوا لي سكانير هذوكم يعني. وحتى يرى بحث الدكتورة آلاء النور إلى جانب البحوث العشر الأوائل التي حازت استحسان لجنة المسابقة، سيتم تنظيم يوم دراسي لبحث سبل استغلال هذه البحوث وتثمينها. سوف يكون في ذلك في اليوم الدراسي لكل بحث الوزارة والخبراء يكون يعني حاضرين، والمشرفين على البرامج والمشرفين الذين قادرون على تمويل وعلى أخذ هذه الأفكار وتبنيها كي واستغلالها وتوظيفها كي يستفيد منه الاقتصاد التونسي. وتمثل المرأة في تونس نحو 56% من جسم الباحثين، رقم على أهميته لا يحجب جملة النقائص التي تكبل البحث العلمي ومن بينها التمويل. تونس تمويل البحث العلمي أكثر من 95% هو من ميزانية الدولة، اللي هو مجهود كبير. ثم تمويل غير مباشر، خاطر تونس والباحثين والهيكل البحث تشارك في برامج ضخمة، معناتها حاليا أضخم برنامج في البحث والابتكار في العالم هو برنامج أفق أوروبا. وتونس هو البلد العربي والأفريقي الوحيد اللي موجود بصفته بلد شريك. ولتجاوز مشكلة تمويل البحث العلمي يتم التوجه أيضا نحو التشبيك بين الهياكل البحثية، باعتبار أن هذه العملية يمكن أن تساهم في جلب التمويل في إطار المنافسة.